منذ حرب لو كنت أدري عام 2006 أغلق حزب الله بوابة المواجهة مع العدو ليفتح بعد سنوات عديدة بوابة حرب جديدة لمصلحة نظام بشار الأسد. تم تشكيل أكثر من مجموعة وحاليا نحن موجودين بمنطقة على الحدود اللبنانية السورية بضيعة سورية. الحزب إذن تعدى على الدولة اللبنانية مجددا منتزعا منها صلاحية إعلان الحرب والسلم، فهو يعلن حربا على الشعب السوري قد تعرض لبنان إلى ما لا تحمد عقباه. حزب الله انتقل إلى مرتبة جديدة، أي بأنه يعلن هو بأنه يقاتل بداخل سوريا. هو الذي استقدم رويترز من أجل تغطية نشاطاته العسكرية، هو الذي يبث عبر وسائل الإعلام صور ومشاهد عن قتال مقاتلين له بداخل سوريا. هذا الحزب يدور بفلك إيران، وإيران بكل أجهزتها الأمنية والعسكرية تدافع عن ما تبقى من النظام السوري من أجل تحسين ظروف مفاوضاتها مع الجانب الأمريكي. وحزب الله ومعه الجمهور الذي يمثله يورطه ويورط نفسه ويورط جميع اللبنانيين بقتال غير محسوب بالنتائج وبمغامرة شبيهة بالمغامرات التي كانت تقودنا باتجاه إسرائيل. حزب الله كجميع أطراف هيئة الحوار الوطني وقع على إعلان بعبدة الذي يدعو صراحة في بنده 12 إلى تحييد لبنان عن سياسة المحاور والصراعات الإقليمية والدولية وتجنيبه الانعكاسات السلبية للتوترات والأزمات الإقليمية. بينما اللبنانيين يريدون التحييد، الحزب يريد توريط لبنان بهذا القتال. إعلان بعبدة يؤمن هذا التحييد النظري على الأقل للساحة اللبنانية عن الساحة السورية إذا أردنا أن نسميها كذلك. أنت بتعرف بأن الحدود التركية السورية مضبوطة والحدود الأردنية السورية بالحد الأدنى مضبوطة، الفالت هو الحدود اللبنانية السورية والحدود العراقية السورية. بهالثلاث بلدان في إصرار من قبل إيران لأن تكون هالثلاث بلدان ساحة واحدة للقتال من أجل الدفاع عن نظام بشار الأسد، وهذا ما لا يرتضيه غالبية الشعب السوري والشعب اللبناني وأيضا أعتقد الشعب العراقي. ليست المرة الأولى التي يتراجع فيها حزب الله عن بنود طاولتي الحوار في مجلس النواب وبعبدة، ولعل الانقلاب على المحكمة الدولية وأحداث 7 أيار والحرب على الثورة السورية خير أمثلة على ذلك.